مرحبا بكم السهل على القناة. اليوم جبت لكم فيديو جديد، نتمنى أن ينال إعجابكم. مجموعة من التنسيقات أو موديلات أو ستايلات لجميع الأذواق، تنسيقات اللي كيجو زوينين كيجو أنيقين، نتمنى أنهم ينالوا إعجابكم. جبت لكم اليوم في هذا الفيديو جديد تشكيلة رائعة، ونتمنى أنها تنال إعجابكم. لأول مرة كيشاهد الفيديو أو كيشاهد القناة، ميسان اشترك في القناة، يفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ومرحبا بكم السهلة، ومرحبا بمتابعين جداد أو القدام اللي كيتبعوني دائما على القناة. نتمنى أنه هاد التشكيلة في هذا الفيديو تكون تعجبكم ويعجبكم هاد الستايلات اللي جبت لكم. كما كتشوفوا كاين هاد الستايلات اللي كيجيو هاد السراويل ديال الجيم، كيجيو معاهم هاد الجاكيطات ديالهم اللي كيكونوا في الالوان، كيجيو بحال معاطف، كيجيو نص، كيجيو انيقين، كيجيو مع التنسيقات اللي كيجيو هكا. كاين هاد التنوره في هاد الشكليه، كما كتشوفوا كاينه في هاد الشكليه مملي، كتكونوا منها كيف مع الجاكيطه ديالها. كاين هاد المعطف اللي كيجي بحال هكا او بحال هاد التنسيقه كما كتشوفوا. كاين هاد التنوره في الكحل اللي كتجي مع هاد الجاكيطه في الكحل، حتى هي قميجة في الابيض، كاين هاد الشكل يا مولي. كاين هاد المجموعة ديال هاد المعاطف في هاد الشكلية، كيجيو مع هاد التنورات في الاشكال، حتى هما كيجيو زوينين. كاين هاد المول الشكل ديال هاد المعاطف اللي كيجيو بحال هكا مع سراويل ديال الجيم او سروال عادي او فستان، يعني موديلات ديالهم كيجيو انيقين. التنسيقات اللي كيعجبهم بحال هاد التنسيقات، كما شفتو كاين هاد الانسومبل في هاد الموديل، كيجي حتى هو زوين. كاين هاد التنسيقة اللي كيجيو بحال هاد الموديلات اللي كيعجبهم للدراسة او الخروج، هاد الموديلات كما كتشوفو او العمل، حتى هما كيجيو هاد الموديلات او التنسيقات للعمل اليومية. كاين هاد التنورات مولي في هاد الشكل، كيكونوا متناسقين كما كتشوفوهم. كما شفتو التنورات كيجيو زوينين في اللبس، كيجيو انيقين. اللي تقدو تلبسو معاهم جاكيطات او تلبسو معاهم معاطف اللي كيجيو متناسقين معاهم الالوان. كاين هاد الفساتين اللي كيكونوا بحال هاك، كيكونوا طوال.
كتشوفوا الفصاله ديالهم كيجيو زوينين في اللبس. كيما شفتوا هاد المجموعة ديال هاد الفساتين فهاد الموديلات أو فهاد الفصالة ديالهم في الأنواع، كيما كتشوفوا اللوانات ديالهم كيجيو زوينين، كيجيو حتى في الفصالة ديالهم كيجيو زوينين، كيجيو اللي كتجيب الحزام الصمطة ديالها أو كتجيب بالحزام ديالها. كاين هاد الشكل يملي ديال هاد التنورة، كاين هاد الشكل يملي اللي كيكون فيها جوج مضلات كيما شفتو. نتمنى انو اللي يعجبو الفيديو او عجبو هاد التشكيلة اللي قدمت لكم في هاد الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، وما تنساونيش دائما من اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. نتمنى اني دائما نكون قدم لكم جديد في هاد الستايلات او في هاد الموديلات. كما كتشوفوا كاين هاد التنسيقات مولا ديال هاد التنورات، نتمنى ان تكون هذه المجموعه اللي قدمت لكم في هذه التنسيقات او في هذه الموديلات يكونوا نالوا اعجابكم. ومن اللي كيعجبوا الفيديو او كيعجبوا القناه يشترك القناه ويفعل الجرس ليصلوك على جديد، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد مع موديلات جديده وتنسيقات جديده. نطلب منكم دائما ما تنسوناش من اللايك، لانه اللايك مهم كيرفع لنا الفيديو. نتمنى ان هاد التشكيل اللي قدمت لكم في هذا الفيديو تكون تنال اعجابكم، لان الصراحه مجموع التنسيقات اللي نتمنى انهم ينالوا اعجابكم، لانهم صراحه موديلات اللي كيكونوا زوينين كما هاد الفساتين كيجيو بهاد التريكوات ديالهم كيجيو زوينين. اللي كيعجبهم بحال هاد الشكليه ديال هاد الموديلات كما كتشوفوا، يعني حتى هما في الولات ديالهم نتمنى ان هاد التشكيله تكون نالت اعجابكم، نالوا اعجابكم هاد الموديلات، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد وتنسيقات جديده مع موديلات جديده.